السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على شايبي شرقي بوعناني ضمن 10 المواهب المرشحة للتألق في الليغ هذا الموسم. حنا ربي يسترهم برك، حنا الله يجعل ربي يسترهم على برك، الله يجعل ربي يستر هذا اللعابة. تواريخ سورتو دا ولاو هذوك غادي ما عندهم ما غادي يديروا، غادي يعاودوا يولوا غير الاخرى تاعهم، شاهد هدف شاهد من شاهد من هذا مكان. ورشح موقع اوروسبور في نسختها بالفرنسيه 10 لاعبين صاعدين لخطف الاضواء في الدوري الفرنسي خلال موسم 2023-2024. وصنف الموقع الفرنسي في تقرير له نشره امس دوليين جزائريين، يعني بدر الدين بوعناني لاعب نيس وفارس شايبي محترف في صفوف نادي تولوز، الى جانب ريان شرقي صاحب الاصول الجزائريه ضمن قائمه المواهب الصاعده للتالق في الموسم الكروي الجديد في الليغ 1 2023-2024. هذه ان شاء الله حنايا ماذا بينا، ماذا بينا اللعابه تاعنا، عرفتوا ماذا بينا؟ كما نهضروا على لعابه توانسه فانيك، نهضروا على لعابه مغاربه، نهضروا على لعابه يعني جزائريين، شوف يعني يكون عندك مستوى قوي. شوف تايا شمال افريقيا، تونس منا، المغرب منا، الجزائر، يعني يكون ديربيات، تكون تنافس، يكون تنافس تنافس كبير. هذه هي. وتمكن النجم الصاعد بدر الدين بوعناني مهاجم نادي نيس الفرنسي من تألق وجذب انتباه المتتبعين خلال الموسم الفارق، ناهيك عن مستواه الجيد في الفترة التحضيرية الصيفية الجارية لفريق نيس، وهو ما يلوح يعني بموسم قوي لمحارب الصحراء. إن شاء الله يا ربي، وربي بعد عليه العين برك، هذا مكان ربي بعد عليه العين. كما هدرت الفيديو اللي فات هدرت على عوار، خاله والله خايفين، خايفين من هذوك عاد يجيبها ولا قاعد لك ما صيد لهم كيما شاهد الهدف ولا تبليس راح. ترى العام اللي فات ادم الوناس بروميير ميطو لعب مليح، دوزيام ميطو رايح لاحق البوله مسكين مع كيدا طاح عشا بالك 3 شهور ولا 4 شهور ما باش. بروميير ميطو كومونس هذاك بوكلبا وهذاك مخلص شاهد لقطه لقطه عالميه لقطه من قالوا لهم يا ودي قالوا لهم التبليس يا ودي صعيب خش عاد خطرة كونتر لعبنا كونت زيمبابوي درنا 3-3 زومبيا درنا 3-3 ما لعبش محرز لعب راخر كيسموه لعب كيسموه راشيد غازير مركب وانتو دار اسيست الوحدة لسليماني اخويا وك ما صدق بو كلباني عقل ما صح راشيد غازير هاي هاي هو مركب هو مسكين دار اسيست خرج بالك في 43 دقيقة بريمير ميتو خرج مبليسي ما على بالوش خاطر كان يغسل فيه كلب عيطوا له قالوا له شكي شكي كما خرج باش شفتوا ما يهضروا لكم لا خطه غير يقولوا لهم برك وكما صار هاي هاي بنت كي داير انا ما كنت نقرا عليها يا ودي ما انت ما تفرجش ما شفت وتقرا عليها خطره خطره هذاك هذاك بو كلبه مي كان يهضر معايا مي كنت نقول له شكل بس دير عجار دير عمامه كبيره ودير نواظر ما يعرفوكش مي كان يقول لي راني خايب نقول له يهضر ما تخمم والو درا در الصح هذا قلت هذا الصح مين كان يهدر معنا وما الدهر بعد بنتلو كبر بعد بنتلو كبر هو ما يقدر يتبان له روحو كبر بصح يغسل الكلاب ايا قلت له كيف انت تقول لي بلي راني خدام انت قال لي غير هكا قال لي عيطوا لي قولوا لي قال لي والله العظيم قلت لكم في وقتها وهذا فانيك على تولي يكون داير دعاكاش واحد مركب واحد موراه في ظهره يعيطوا لك ما سيهدر او كي بدا يتوقف ما كان يتوقف راهم يمركلوا لي بيت وين يتجه بوعناني بخطى ثابته نحو فرض نفسه خلال الموسم القادم ضمن ابرز لاعبي الشبان في الدوري الفرنسي بعدما تمكن مع نهايه الموسم من تميز وكسب مكانه شبه اساسيه في تشكيله نادي نيس الذي اصبح يعتمد عليه لصناعه اللعب وقياده الهجوم النادي.
وارتفعت قيمة بوعناني في فترة وجيزة لتصل حاليا إلى 6 ملايين يورو، وهي قيمة جد مرتفعة بالنسبة للعاب شاب مرشح أن تواصل قيمتها في الارتفاع في سوق التحويلات وفق يعني ما يقدمه يعني فوق الميدان. من جهته بصم الدولي الجزائري فارس الشايبي على موسم كبير مع نادي تولوز الناشط في البطولة الدرجة الأولى الفرنسية في أول ظهور له ضمن دور الأضواء لينصب يعني نفسه ضمن المواهب الشابة التي تم اكتشافها في الليغ آن، وتركت انطباع مميز لدى الجماهير وكذلك وسائل الإعلام المختصة. وسجل شايبي أرقام مذهلة مع تولوز إذ شارك في 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة بمجموع 2684 دقيقة لعبها، في حين تبلغ قيمته السوقية 10 ملايين يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. إلى جانب الثنائي الخضر يتواجد صاحب الأصول الجزائرية رايان شرقي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي ضمن القائمة بعدما شهد مستوى تصاعد ملحوظ، وأظهر شرقي موهبة في وقت مبكر مع أولمبيك ليون حيث قدم موسم الماضي مستويات كبيرة تحت يعني قيادة المدرب لورون بلون، ما جعله محل اهتمام العديد من الأندية في القارة العجوز على غرار باريس سان جيرمان المتصدر وجوفنتوس الإيطالي، وعلما أن عقده مع ليون سينتهي في صيف 2024. ويمثل رايان شرقي حاليا الفئات السنية للمنتخب الفرنسي وتنحدر الأصول والده من إيطاليا، وهو قادر كذلك على تمثيل المنتخب الإيطالي، أما والدته فهي جزائرية ويحمل لقبها العائلي. إن شاء الله بربي إحنا نشوفه مع المنتخب الوطني الجزائري، حتى نتمنوها نشوفوه مع المنتخب الوطني الجزائري. ماذا بينا خويا؟ فما تنساو تقولوا لنا ياسين قادري هذو اللعابه هذو منعوا، هذو اللعابه هذو اللعابه منعوا. اللعابه هذو منعوا، كانوا غادي كانوا يروحوا لقطر مساكين. واو مساكين كانوا غادي يروحوا لقطر، هادو بنعوا تاع كي ولاو يصطفقوا عليهم، ولا تاع كي ولاو يصطفقوا عليهم. ولو كان يهدر عوار، ولو كان يهدر عوار ايت النوري ولا عروسي. ها ولو كان يهدر هادو، واه تعرفوا الحقيقة، والله لا تعرفوا الحقيقة. وانا ماذا بيا كي يهضروا على ماذا بيا، باش هذاك الهيشر مساكين يعرفوا باش يولوا سي بورتو غير ليكيب ناسيونال برك، مي سي بورتو تاع حاجة وحدة أخرى. هذه هي راح لرا سويسرا، سويسرا محيوز يعني سقسوا الأكاديمية الوكالة، الوكالة اللي جاية في لا سويس تعمل، سقسوا مليح سقسوا مليح تعرف، يا سقسوا مليح هيا تعرفوا واش كاين، سقسوا مليح راح لا سويس سقسوا تعمل حاجة نورمال محسوب ماشي عيب ولا قاعدين تعرفوا من حقكم تعرفوا، من حقكم تعرفوا الحقيقة هذه هي باش تعرفوا كاش اللي يجي يقصر عليكم. يا ثم كاش خاطر أكبر حاجة اللي بردعت بعض يعني جماهير جزائرية ما ننساوهاش ثمن أشهر، واحد قال لي جبت فيها ما تجبدوش 5 سنين و50 مباراة وكلش، ما نجبدولكمش حنايا تاع مشاكرة وقاسما نشوفو شا يهدر في الأرامسي، تعقلوا عليا تاع قاسما؟ قاسما شا يهدر؟
يا درا قصا مهدر وتعاقب. هاي الخريطات يا هاي الخريطات. ما تنساوش عطونا زيان كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. بلي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.